جديده من برنامجك الاسبوعي كفاءات الامارات. ان شاء الله معنا اليوم الاستاذ رفيف من مجوهرات عبد الله المسعود واولاده. في البدايه مساء الخير. مساء الخير. في البدايه احنا مقبلين على مناسبه كبيره، مناسبه يعني وطنيه، هي عيد الاتحاد. اليوم من هو رفيف؟ من بدايه مسيرته، من بدايه حياته، من هو رفيف؟ في الواقع اهلا وسهلا فيكم. أنا وصلت إلى الإمارات العربية المتحدة وهي تحتفل بعيد عيد الاتحاد الخامس، واليوم إحنا في عيد الاتحاد الرابع 49. صحيح. والحمد لله كانت إقامتي في الإمارات لمدة 44 عام كلها خير وسعادة، وفي هذا البلد المضياف وشعبه المضياف، وطبعا بقيادة الحكام الكرام. استذكر قليلا، يعني صار لك ما يقارب النصف قرن داخل دولة الإمارات. نعم. يعني اليوم رفيف بالتحديد أكيد كان أيامه الشيخ زايد رحمة الله عليه قبل مدة زمنية قليلة كان ذكرى وفاته رحمة الله عليه. اليوم رفيف شو رسالته للشيخ زايد؟ طبعا رحم الله المرحوم الشيخ زايد. عندما وصلت إلى الإمارات كان رحمة الله عليه ويرأس الإمارات، وشهدت التطور الكبير الذي جرى في الإمارات على يده. وطبعا رجل هو كما نعلم حكيم العرب، فهو كان مثالا يقتدى لجميع القادة. واليوم والحمد لله سمو الشيخ خليفة بن زايد يتابع المشوار. صحيح. مع أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد وسمو الشيوخ في الإمارات. صحيح. كلهم متعاونين يدا واحدة، وهذا يجسد هذا الاحتفال بعيد الاتحاد اليوم. صحيح. طبعا أنا شهدت التطور كاملا إلى اليوم، وأدعو الله أن يتم ويبقى هذا التطور مستمر إن شاء الله. يا رب يديم عليهم الصحة والعافية والأمن والأمان. اليوم أيضا احنا موجودين داخل عبد الله المسعود للمجوهرات. اليوم شو بتقدموا خدمات مجوهرات عبد الله المسعود وأولاده؟ طبعا احنا نعمل في تجارة المجوهرات والساعات والأحجار الكريمة. طبعا من أيام المرحوم عبد الله المسعود عملت معهم، اليوم 42 سنة صار لي في المجوهرات، والحمد لله اسمنا من في الطليعة. طبعا نحن نخدم زبائننا بالأنواع الجيدة والأنواع المميزة، وما زلنا نحمل نفس الرسالة. ما شاء الله عليكم. لو نحكي على مدار السنوات القادمة، شو الخطط المستقبلية عبد الله المسعود وأولاده المجوهرات؟ وين راح تكونوا بعد 5 سنوات؟ والله أعلم، سنكون في أحسن المراتب إن شاء الله، وسنتابع المشوار. طبعا مع معروف أن المجوهرات هي سلعة كمالية. صحيح. وطبعا تتطور مع الزمن وفي موضة، ونحن نتبع الموضة طبعا ونتبع النوعية الحسنة، وإن شاء الله نتابع هذا المشوار إن شاء الله يا رب. وقبل ما ننهي برنامجنا اليوم وننهي حلقتنا، بدنا منك رسالة أخيرة. شو بدك توجه رسالة؟ طبعا أنا باسمي رفيف طرابيشي، مدير عام مجوهرات عبد الله المسعود وأولاده، وبالنيابة عن دعاية المسعود، أتقدم إلى شعب الإمارات قيادة وشعبا ووافدين ومقيمين وزوار بالتهنئة على العيد الوطني، بمناسبة العيد الوطني هذا. وأرجو من الله أن يديم الخير والسعادة، وأن يزيح عنا كاهل الكورونا التي أثرت على الجميع إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. شكرا لك أستاذ رفيف على اللقاء وعلى استضافتك لنا ولدعمك برنامجنا. شكرا لك. أهلا وسهلا، شرفتوا. إلى هنا أعزائي المشاهدين انتهت حلقتنا اليوم مع كفاءة إماراتية جديدة. تابعونا بالحلقة المقبلة. دمتم برعاية الله.